زي ما بنتكلم احنا عندنا تفوق بجد في رياضات استاذ شادي الفتره اللي فاتت، رياضات كتيره جدا حتى على المستوى الفردي او الجماعي ما كناش نسمع عنها زمان كتير. ده بيسعدنا ان انت كمان بتستضيف بطولات عالميه عندك في مصر، ومش بس بتنظمها انت بتشارك فيها وبتاخد ميداليات وربما كمان ذهبيه. وكلمنا عنها مثلا زي الريشه الطايره، اتكلمنا عن السلاح، اتكلمنا عن الشيش، يعني في رياضات كتيره. نبدا بانهي رياضه اللي عامله بومينج شويه او اللي هي متالقين فيها؟ تحب تبدا بانهي؟ احنا عندنا كل حاجة النهارده. زي ما حضرتك اوضحتي، احنا الرياضه المصريه في يعني زي ما اتكلمنا في حلقات قبل كده بتعيش فتره ازدهار على مستوى تنظيم البطولات وعلى مستوى النتائج في مختلف الالعاب الاخرى بعيدا عن كره القدم. لو احنا اتكلمنا عن مثلا الجودو لسه في خلال بالامس يعني كان في ختام بطوله اوروبا المفتوحه، مصر قدرت اللي هي تحقق ميداليتين فضه ليوسف سامي في وزن 60 كيلو وعبد الرحمن عبد الغني في وزن 81 كيلو بالظبط. دي من ضمن الحاجات. برضو الجودو زي ما احنا عارفين في طوكيو كانوا حققوا ميداليتين برونز عن طريق هداية ملاك وسيف عيسى. جودو بيسير يعني الاتحاد بخطى ثابته، والتايكوندو كمان حقيقه بالظبط. التايكوندو ده برضو من ضمن الالعاب اللي هي يعني مقام حاليا في العاصمة الإدارية بطولة مصر الدولية في نسختها السابعة، وفي البطولة النسخة الأولى هتبقى للبارا تايكوندو زي ما احنا عارفين التايكوندو البارالمبي يعني. ومصر كانت عن طريق محمد الزيات كان قدر اللي هو يحقق فضية في طوكيو. سلمى علي لسه محققة بطولة لقب بطولة عالم ميدالية فضية. فبالتالي برضو التايكوندو عندنا بطولة اسمها بطولة كأس الرئيس الاتحاد الدولي، دي تعتبر تصنيفها في التايكوندو البطولات بتتصنف جي 1 جي 2 كده على حسب النقط لحد جي 14 اللي هي بطولة العالم. جي 2 دي 20 نقطة، فبالتالي هتشهد مشاركة العديد من أبطال العالم. دي من ضمن الأحداث الرياضية المقامة حاليا. في السلاح كان سلاح السيف لسه واخدين سابع في بطولة العالم. في هننظم مصر إن شاء الله في أعتقد في آخر فبراير بطولة كأس عالم للسلاح. جميل. الشيش رجال وسيدات. نتمنى إن شاء الله إن البطولة، أنا ما عنديش شك على الجزء التنظيمي، النتائج بقى هي اللي بتحسن الجزء التنظيمي.